الآن موجز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميزة. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا كورونا بمصر إلى 452 متوفى و7200 حالة إصابة جديدة. وكشف المتحدث باسم الوزارة دكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة و388 حالة إصابة. وفي نفس السياق أوضح مجاهد خروج 98 شخصا من المصابين من مستشفيات العزل، وذلك بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة. أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 86 وفاة وأكثر من 10500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغت بذلك حصيلة الوفاة جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى نحو 166 ألف حالة. أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين وافدة من الخارج بفيروس كورونا ولم تسجل حالة وفاة جديدة. ووضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633. في سياق آخر، دعت الصين إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت ممكن. وقال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين بالأمم المتحدة أنه يتعين على جميع أطراف الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، مؤكدا أن الشعب الليبي يستحق بيئة سلمية كي يتمكن من مواجهة فيروس كورونا، مشيرا أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم موقعين في قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال خلف السلك الفاصل شرقي القطاع أطلقت عدة قذائف صوب موقع جنوب مدينة غزة وآخر شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، مشيرة أن القصف سبب أضرارا مادية بالأماكن المستهدفة دون ورود أنباء عن إصابات.